يعني انا ما بعرف من ايش خايفين الحكام، ما بعرف من ايش خايفين، شو ماسكين عليهم؟ يعني في شيء ممنوع انه نحن ممنوع انه نطالب بحقوقنا، ممنوع نقاتل اسمنا ارهابيين، ممنوع ندافع عن حالنا، ممنوع علينا كل شيء، ممنوع نحكي ونعبر عن راينا بالحكي. في الرابع من شهر نيسان عام 2012 توفي الفنان الكبير خالد تاجة في مشفى الشامي بدمشق بحسب وسائل اعلام النظام. الاستاذ الكبير الفنان محمد خالد تاجة ابن المرحوم عمر تاجة انتقل الى رحمة الله تعالى وغفرانه، وسبحان الحي الباقي الذي لا يموت. إلا أن عنصر أمن وقع أسيرا لدى الجيش الحر عام 2013 اسمه عيسى حسن محمد، قال في تصوير فيديو ظهر عبره إنه رأى الفنان خالد تاجة في الفرع 248 أمن عسكري يتعرض للتعذيب والإهانة عندما كان يخدم فيه عام 2012، قبل أن يرسل بعدها بمهمة إلى حلب ويؤسر هناك. كنت أخدم بالفرع 248 مخابرات العامة بسوريا المسجد. أنا شفته أنه فوتوه على الفرع، بعد بشي يومين أو ثلاثة أيام طلع، سمعت صوت صياح وقتل وضرب وتعذيب وإهانات، يعني شيء مو طبيعي، يعني شيء ما بتصوره العقل. بس وقتها هون سمعت انا في المحقق صار يصيح للعناصر انه جيبوا سياره اسعاف، جيبوا سياره اسعاف، جابوا سياره اسعاف، ولا حملوا الممثل خالد تاجة على بالسياره وطلعوا فيها. وذكر العنصر انه كان يسمع صراخ الفنان خالد تاجة خلال جلسات التحقيق، فقد كانوا يعذبونه بقسوة شديدة، ويضيف أن الفنان كان يقول للمحقق: أنا شخص محترم وممثل، لماذا تعاملونني بهمجية ووحشية؟ إلا أن المحقق كان يتجاهل كلامه ويواصل ضربه وشتمه. وفي ذات السياق قال عنصر الأمن أن المحقق صرخ بالجنود والعناصر بأن يجلبوا سيارة إسعاف بعد جلسة تحقيق مع الفنان لمدة ساعتين لنقله إلى المشفى، ظنا منهم إنه دخل في غيبوبة من جراء التعذيب، إلا إنهم علموا بعد أيام إنه فارق الحياة. ويذكر العنصر ذاته في التسجيل أن فنانين آخرين كانوا في الفرع، منهم الفنان حسن دكاك والفنان سامر المصري والفنان محمد أوسو. لم يحترم نظام بشار الأسد حقوق الإنسان ولا القوانين الدولية بتاتا. عبر 4 عقود ونيف كان يعمل على تجهيل المجتمع السوري وقمعه، ووضع أقفال على أفواه من ينطقون بالحريات، واعتقال من يخطر في باله انتقاد أي شيء يخصه. ونعرض لكم في هذا الفيديو آخر مقابلة تلفزيونية مع الراحل خالد تاجة، والتي أثار كلامه فيها غضب رأس النظام السوري بشار الأسد، وأعطى أوامر فورية بتصفيته. في شيء ممنوع أنه نحن ممنوع أنه نطالب بحقوقنا، ممنوع نقاتل اسمنا إرهابيين، ممنوع ندافع عن حالنا، ممنوع علينا كل شيء، ممنوع نحكي ونعبر عن رأينا بالحكي. يعني أنا ما بعرف من إيش خايفين الحكام، ما بعرف من إيش خايفين، شو ماسكين عليهم؟ يعني الحالة أحيانا بقول كيف بيطلعوا على حالهم بالمرأة؟ ما بيشوفوا عمي، لأنه ما في أبشع من الإنسان اللي بيعمل شيء بيأذي فيه وبيعرف حاله أنه عم بيأذي، وقف يطلع على المرأة كيف بيشوف حاله على المرأة؟ في شيء ممنوع أنه نحن ممنوع أنه نطالب بحقوقنا، ممنوع نقاتل اسمنا إرهابيين، ممنوع ندافع عن حالنا، ممنوع علينا كل شيء، ممنوع نحكي ونعبر عن رأينا بالحكي، بدراما، بأي شيء، حتى
حتى بالفنون التشكيلية بأي شيء ممنوع. يعني طب وليش عم نستسلم لهالممنوع نحن؟ البارودة بتخوف، السلطة بتخوف، السجون الموجودة بعالمنا العربي مرعبة، عددها مرعب، والناس اللي بتسجون والنظام ما عم يرحم. يعني قبل تقاتل تماما، وقدس كل انسان بيحط قطره دم في سبيل بلد، في سبيل مبدا، في سبيل فكر. الشعوب بحياتها بلدان ما تحررت الا بالواقع بالدم. الناس ما بتصبر على الظلم مدى الحياه. اشتهر الفنان خالد تاجا بموقفه المعارض للنظام قبل الثوره، لكن خلال الثوره برز صوته كأحد الفنانين المشهورين الذين عارضوا النظام على وحشيته وقمعه للمتظاهرين، وخرج في تظاهرة تطالب بالحرية مع مجموعة من الفنانين والمثقفين في عام 2011 داخل منطقة الميدان بدمشق، وكان برفقته من الفنانين المعروفين الفنانة مي سكاف والفنان فارس الحلوة والفنان إياد شربجي والفنان محمد الراشي والكاتبة يم مشهدي والمخرج نبيل المالح، بالإضافة إلى ممثلين آخرين. واعتقلت وقت ذلك أجهزة الأمن عددا منهم، أبرزهم الفنانة ميس كاف والأخوين ملص، وفرقت التجمع بالقوة والضرب. وفي مقابلة خاصة بمنزله الكائن في مشروع دمر عام 2009، بشر الفنان خالد تاجا باندلاع الثورة السورية، وكان حادا في كلامه وشديد الانتقاد ضد النظام والأنظمة العربية، إذ قال أن العدو الأخطر موجود في الداخل وليس خارج البلاد، مشيرا إلى أن أجهزة النظام المخابراتية وإلى الأنظمة العربية الدكتاتورية. طالما كان الفنان خالد تاجا ذا موقف واضح ومعارض تجاه نظام بشار الأسد، وازدادت معارضته للنظام وباتت أشد بعدما قتل جندي من سرايا الدفاع التي يترأسها رفعت الأسد زوجة الفنان خالد تاجا، المطربة السورية سحر مقلي، حيث كانت الأخيرة تقيم حفلا في أحد ملاهي فندق سمير أميس عام 1981 بدمشق، عندما أقدم هذا العسكري السكران بإلقاء قنبلة يدوية على المسرح بعد أن رفضت المطربة زوجة الفنان خالد تاجا أن تلبي طلبه بالغناء كما يريد، مما أدى إلى مقتلها على الفور، إضافة إلى مقتل 30 مدنيا وجرح كثير من عازفي الفرقة المسرحية. وبرر النظام وقتها الجريمة بزريعة سخيفة كي يحمي العنصر التابع لرفعت الأسد، بل إنه شهر بالفنانة، حيث نشرت الصحف أن الحادثة وقعت في إطار حالة عشق، وتعنون الخبر في الجرائد والصحف بغرام وانتقام، أي أن الضحية قتلها معشوقها بدافع الانتقام. كانت هذه الحادثة في حياة الفنان خالد تاجا منعطفا مأساويا، لدرجة أنه اعتزل الفن لفترة طويلة بالتزامن مع إصابته بسرطان الرئة. وفي عام 1988 وبتشجيع من فناني أصدقاء ليعود إلى ساحة الفن، منحه زميله الفنان طلحة حمدي دورا في مسلسل الدنيا مضحكة مبكية من تأليف القصاص الشعبي حكمة محسن وإخراج طلحة حمدي، وعن تجربة الزواج بعد مقتل زوجته سحر مقلي. ارتبط الفنان خالد تاجا 3 مرات، كانت إحداهم بالفنانة نقلة الأطرش، وكلا الزواجين لم يستمر إلى أن تزوج بامرأة هولندية لينفصل بعد فترة، ثم سافرت حيث كانت حاملا منه لتنجب عقبها ابنتهما ليزا التي لم يراها الراحل خالد تاجا مطلقا. ولد الفنان خالد تاجا في دمشق بحي ركن الدين عام 1939،
وترعرع عاشقا لإنجاز شيء مهم في حياته، وكان طموحه في سن العاشرة أن يتميز عن أترابه ويغير حياته العادية. فأصبح من مترددي مسارح دمشق التي أثرت على مسيرته الفنية فيما بعد. ابتدأ الفنان خالد تجا مشواره الفني عن طريق المسرح الطلابي، حيث شارك في مسرحيات عديدة عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية. وعقب ذلك انضم الفنان خالد تجا إلى فرقة المسرح الحر في عام 1956 مع توفيق العطري، وهو أحد رواد الحركة المسرحية السورية في عشرينيات القرن العشرين. ومن أعضاء الفرقة كان هناك فنانون وأدباء مثل عبد اللطيف فتحي وأنور البابا وحكمة محسن والممثل والمخرج الليبي صبري عياد، وانتقل أيضا إلى الكتابة والإخراج المسرحيين. في عام 1966 أنتجت المؤسسة العامة للسينما في دمشق فيلما اسمه سائق الشاحنة من بطولة الفنان خالد تاجا، بعد أن وقع عليه الاختيار قبل عام إنزاك من قبل مخرج الفيلم اليوغسلافي بوشكو فوتونوفيتش، بعد حصوله على دور البطولة في هذا الفيلم الذي كان بمثابة نقلة تاريخية في حياته. شارك في أفلام سينمائية عديدة، كان أشهرها فيلم الفهد عام 1972 للمخرج نبيل المالح والكاتب حيدر حيدر وبطولة أديب قدورة والفنانة إغراء، وقبله مثل في فيلم رجال تحت الشمس عام 1970 عن رواية للكاتب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني وإخراج مروان مؤذن ومحمد شاهين ونبيل المالح، علاوة على ذلك مشاركته في الفيلم السوري المصري الشهير أيام في لندن عام 1976 من إخراج سمير الغصياني، إلى جانب الممثل المبدع يوسف شعبان والمطربة سميرة توفيق وكوكبة من الممثلين السوريين والمصريين. كانت مسيرة الفنان خالد تاجا غنية بالأعمال الفنية والدرامية، حيث شارك في أكثر من 130 مسلسلا أبرزها التغريبة الفلسطينية وإخوة التراب وهجرة القلوب إلى القلوب والزير سالم وأيام شامية وجريمة في الذاكرة والثرايا وأعمال أخرى حفرت في ذاكرة السوريين والعرب، ولا تزال حتى الآن لها صدى ويعاد عرضها في قنوات محلية وعربية كثيرة، ونال جوائز عديدة منها الجائزة الذهبية لأفضل ممثل في مهرجان القاهرة 11، كما اعتبر أحد أفضل 50 ممثلا في العالم عام 2004 بحسب ما نشرته مجلة الطيم الأمريكية. وفي أبو ظبي حصل على درع تكريمه عام 2005 عن دوره المميز في مسلسل التغريبة الفلسطينية، وجائزة لجنة التحكيم للدراما السورية عام 2005، إضافة إلى جوائز ودروع من جهات عديدة.